أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة العمل على تحفيز البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين وتنمية الاستثمار والتشجيع عليه من خلال تعزيز تنافسية موقع المملكة كمركز مهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. وأشار معالي إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني مستمرة في تعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات المالية والمصرفية بما يخدم العملية التنموية في المملكة ويسهم في تنويع الاقتصاد وتعدد مصادره. جاء ذلك لدى لقاء معالي اليوم بحضور سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة السيدة كريستين لاغارد مديرة عام صندوق النقد الدولي على هامش أعمال المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وتم خلال المقابلة استعراض آخر التطورات على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وآخر مستجدات تنفيذ برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين وما يهدف إليه البرنامج من المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي الإيجابي وتعزيز الاستقرار.